فيني استخدم لابتوبك شوي مجد؟ آخ يا كرم، لو أعرف أنت شو عم تخطط. مين هي المرأة؟ شو اللي عم تعمله كرم؟ وهي المشاهد شو عم تعمل بلابتوب ولا مجد؟ صار لك طولت جوا. وانتي ليش متوترة؟ شو صار لك؟ لا، ليش هيك عم تقول؟ مجرد احساس. وانت كمان لا مبين طبيعي ولا رايق مثل العادة. يعني انا قصدي كأنه بدك تقول شي وما عم تقدر تقوله. ولا شي، ما فيني شي. بس انتي كأنه بتمك في حكي، احكي لشوف شو في. بصراحة في شيء عم اسمعك، عرفته من شوي. شو هو؟ قولي. عم يقولوا المدير يوسف بالمشفى قال تصاوب باشتباك. زميلي صحفي خبرني بهذا الحكي من شوي. اللي مزبوط؟ يعني في هيك شيء؟ بهالخصوص ما فيني أحكي. بس في مشكلة مو هيك؟ يعني مو فحص عادي ومن هالكذب؟ أحلام، بهالخصوص ما فيني أحكي، هيك التعليمات. إيه مثل ما بدك. أنا رح أغسل إيدي قبل ما بلش. كاستك بردت، إذا بدك صب وحدة تانية. أحلام؟ كرم، هي أنا. فيك تعلي صوتك شوي لأنه أنا ما عم اسمعك. ما فيني علي أكتر من هيك. وليش عم تحكي بصوت واطي؟ شو بدك بصوتي الواطي هلأ؟ اسمع منيح شو بدي إلك. أنا وياك لازم نلتقى بسرعة كرم. طيب احكي هلأ، شو في؟ لا تجنني كرم، لازم نلتقي بسرعة، الموضوع كتير خطير. اللي وينك وبجي لعندك؟ طيب ماشي، أنا بالكراج هلأ. طيب ماشي، أنا جاي. يلا خبريني شو اللي صاير. اليوم كنت ببيت مجد، كنت بدي شوف خبر من اللابتوب تبعه. دقيقة شوي، انت شو لك ببيت مجد أحلام؟ كرم، مو وقت هاد الحكي هلأ. بالأول شوف هاد. قوليلي وين لقيتي لهاد؟ شفته بلابتوب مجد. شلون يعني؟ انت واقع بمشكلة، يعني طلع خوفي بمحله مثل ماني متوقع. اتدخلت بشي قصة؟ نو. لكن شو عم يعمل هاد بلابتوب مجد؟ قوليلي، تتذكري حكى عن شي تاني؟ لا، لما شفته كنت لحالي وبعدها ما حكى عنه ابدا. يعني ما عرف انك شفتي؟ لا، هو ما عرف. حسيت أنك واقع بمشكلة، قام صورته. برافو عليكي. مين هالمرة؟ وانتي شو بدك فيها؟
وين موجودين المشاهد؟ بلابتوب مجد. كان في فلاشة موصولة فيه. تركوا بالبيت ما؟ ما أخده. طيب قلي لي، كان في فيديو تاني؟ مثل شو؟ فيديو فيه حدا غيري أو هيك شي مثلا؟ شو بيعرفني؟ حتى لو كان ما انتبهت ما كان في وقت، بس صورت هاد. أنا لازم أتحرك بسرعة لأخذ هالمشاهد هاي. يعني أنت واقع بمشكلة مو هيك؟ شو رح تعمل؟ كيف رح تاخدها؟ ما بعرف، رح لاقي لي شي طريقة. طيب قلي أنا كيف فيني ساعدك؟ أنت عملتي كل اللي لازم تعملي، أنا بحل الباقي. حذفي الصورة. ماشي. أحلام؟ ما حدا رح يعرف غيرنا باللي صار، ماشي؟ ماشي. مثل ما بدك كرم، أنا ما رح أقول لأي حدا أبداً. حلو. شو رح تعمل قلي؟ لازم فوت على بيت مجد. كيف؟ مو خطير هاد الشي عليك؟ بس ما في أي طريقة تانية. إذا بدك أنا بقدر ساعدك كرم. لا أنا ما بدي أعرضك للخطر معي. خلص أنا بحلها. بس هو وين بيته؟ بقلك بس مو هون المشكلة. الفوت على بيته مستحيلة. شو السبب؟ لأنك بتطلع على الشقة بالأسانسير مباشرة، وفي بطاقة خاصة مشان الأسانسير، هيك عامل. يعني ما في أي طريقة تانية لأقدر فوت؟ إيه في، عن طريق الدرج، بس ما حدا بيستخدمه. آه طيب رح أجرب. خدي اكتبي لي العنوان. طيب يلا روحي. على فكرة أنا بموت من برودة دمك. شو روح؟ لك رجلي عم ترجف من الخوف. خلص ماشي، قلت لك أنا بحلها. يلا أنا بحلها، أنت لا تخافي. يلا لوين بدك توصل يا مجد؟ لعمة على هالقصة. على أساس الهارد فاضي.
لعم على القصة. سيدي كرام، قديش حلو اسمع صوتك يا سيدي. انت منيح؟ وينك هلا؟ انا منيح، وهلا صرت كتير احسن لاني سمعت صوتك. انا برا سيدي. سيدي احكي يا كرام. انا لازم شوفك، نلتقي بالمشفى مثلا؟ تقدر تقوم نتخد شي؟ لا ما فيني قوم يا ابني، ما بقدر. بس هي مو مشكلة، تعال على الغرفة ودير بالك منيح. ماشي، رح لاقي شي طريقة تاني. عم بستناك ابني. لكني أنا على الطريق سيدي. والله يا حلو نضحك عليك، ولهلأ ما نقدر يان. فيني استخدم لابتوبك شوي مجد؟ كرم هي أنا، ما فيني علي أكثر من هيك. ليك اسمعني منيح، شو بدك بصوتي الواطي هلأ؟ ركز منيح شو بدي قلك. لازم نلتقي بسرعة كرم. لك لا تجنني، الموضوع كتير خطير. قلي وينك وبجي لعندك. ايه عرفته. ماشي أنا جاي. لنشوف لوين بدك تروح. الو ايوه حضرة المفتش، مو قلت لك منقدر نرجعها لو انحذفت؟ ايه للاسف ما طلع في شيء محذوف، لانه ما تسجل شيء بهذا الجهاز ابدا. يلا عادي، بس أكيد أنت يا ابني عملت كل اللي بتقدر عليه، ما هيك؟ بالضبط سيدي. معناتها اتصل بالمدير وقل له هذا الحكي، خليه يسمع منك. ماشي؟ طيب ماشي سيدي. يعطيك العافية. ايه يا ابني قلي. ما صار أي مشكلة بعد ما انحذفت المشاهد، حاولوا يرجعوهم بس ما قدروا. ليش كان رح يصير مشكلة؟ استخدمت برنامج معقد شوي وصار الجهاز وكأنه ما سجل شيء أبداً. يعني ما عاد عندنا ولا مشكلة، حلينا الموضوع. شكراً يا ابني، أنت بتعرف شغلك منيح. طيب بابا أنا مشغول هلا، برجع بحاكيك بعدين.
إيه حضرة المدير؟ وصلت يا كرم؟ هلا ما في حدا، تقدر تجي لعندي. بعتذر ما رح أقدر أجي سيدي، طلعت لي شغلة ضرورية. طيب مو مشكلة، بس تعال خليني شوفك. طيب ماشي ولا يهمك. ايه تعال انت تعال. طلعت كتير سهلة. ايوة حلو كتير. عن هالحظ. شوفي لي هاد. طيب بس شو له علاقة كرم بهاي المرة؟ والله ما بعرف. ليش انتي ما بتعرفي؟ هاي المرة كانت بدها تقتل بابا. دقيقة، أنا ما عاد ركزت. هاي بتكون مرت ابن كونستانتا. كرم أنقذ بابا جلال من إيد ابن كونستانتا. هلأ أنا ما عم أفهم، يعني لما بتشوفي هالفيديو هاد بتحسي إنه كرم وهي المرة شركاء؟ كيف يعني مجد؟ ليش لي أعمل هيك شي؟ والله أنا اليوم لحقته لحتى أفهم منه شو القصة. أنت لحقت كرم اليوم؟ لحقته إيه؟ قلت بلكي بياخدني على شي مكان لاقي في أجوبة لكل أسئلتي. إيه؟ ولشو وصلت؟ فشلت لأني ضيعته بالطريق. هدول شافهم بابا جلال؟ لا ملك لسه. ليش ما ورجته ياهم؟ شوفي لأنه لأنه شو؟ هاد أصعب جزء بالقصة يا ملك. إذا ورجيت هالمشاهد هي لبابا جلال فكرم أكيد رح يموت، ورح تموت خالف تون، وأحلام رح تموت. إيه شو بدك تعمل؟
يعني أنت بالأخير رح تفرجي هذا الفيديو أو لا؟ لك طيب، إذا ما ورجيته هاي المرة بجوز يطلع كرم هو عدوه لبابا جلال، وهيك منكون عرضنا للخطر. وليش لا يكون كرم عدوه لبابا يا مجد؟ هو أنقذه بالأساس. وأنا هذا اللي مخليني ساكت لهلأ. أنا كنت بدي أطوي صفحة كرم بدون ما حدا يشوفني. شو؟ مجد؟ عن جد عم تحكي؟ يعني مانك عم تسمعيني؟ مو شايفة هاي المشاهد؟ أكيد أنا عم أحكي جد. الموضوع هو بابا جلال، هو على القصة. والمشكلة هاد كرم والخالي فتون وأحلام طبعاً معهم. إيه يعني نحن يا رح نصير أعداء يا حبايب. ليكون عندك خبر طبعاً. وليش عم تقلي هالحكي؟ لأنه يا روحي رح يجي يوم ونضطر نختار بيناتهم، يا أما بابا جلال يا أما هنين. وإنتي كمان بتعرفي هذا الحكي ما؟ أكيد بعرف. وحاسة إنه هذا اليوم ماله بعيد أبداً عنا. وأنا هيك حاسس، كأنه عم نقرب من نقطة النهاية أكتر وأكتر. بس ليكي، أحلام لما شافت المشاهد ركضت لعند كرم وخبرته، ما ترددت بنوب، لأنه مثل أخوها. أنا لو كنت مكانها كنت عملت نفس الشيء. مجد أنا كتير خايفة. على فكرة الخوف ما راح يفيدنا بأي شيء. مثل ما هلا حكينا، نحن رح نضطر نختار بيناتهم، يا نحن وعيلتنا يا هنين. مزبوط.